بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا اختكم دعاء حلاوه. ان شاء الله اليوم هعرض لكم لعبه اسمها لعبه صندوق الكنز، وهعرضها لطلاب الصف الرابع الابتدائي. اول شيء انا كنت انهيت درس، يعني من الصف درس احد الدروس اسمه المهندس. بعد الدرس حبيت ان اعمل ترفيه للطلاب، فعملت لهم لعبه على هذا الدرس، كان اسم الدرس المهندس. فانا عندي هذا الصندوق، في بعض بطاقات انا عملتها بشكل رسائل وحطيتها بالصندوق. على الصندوق حطيت استيكرات، هذه الاستيكرات حتكون جوائز للي حيجاوب معي اجابه صحيحه. فكان عندي هاي الدرس. اول شيء عرضت عندي فقره لاني هحتاجها، وكان عندي اسئله حجاوبوا عليها، حتكون الاجابات من البطاقات اللي حطلعها. ان شاء الله احلام حتشرح لكم اهداف اللعبه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الطالبه احلام العشه. رح نحكي عن اهداف اللعبه اللي هي اسمها صندوق الكنز. رح تكون الاهداف استخرجناها من الاسئله الموجوده، يعني من البطاقات الموجوده، كل سؤال عباره عن مهاره. عندنا من المهارات الموجوده في البطاقات ان يتقن المتعلم، اول حاجه حناخد اللي هي مهاره قراءه البطاقه، انه حيتعلم الطالب قراءه السؤال اللي هو اخذه قراءه صحيحه. هذه أول مهارة اللي هي القراءة. بعدين حيكون عندنا في البطاقات أن يتقن استخراج المهارات اللغوية، اللي هي حيكون من هذه المهارات الشمسية والقمرية. كمان ممكن هو يستخرج من بعض الأسئلة مفردات الكلمات اللي هي معانيها، ممكن بعض الجموع. كمان اللي هي ملء الفراغ، مهارات إكمال الفراغ، أو أن يتقن وضع الكلمة المناسبة في الجملة المفيدة. كمان عندنا ممكن أن يتقن مهارات التفكير العليا، اللي هو عندما يأخذ الطالب البطاقة ليجاوب عن السؤال، فيتقن مهارات التفكير العليا اللي هي منها التفكير والتركيز للإجابة عن السؤال. الآن حنبدأ إن شاء الله نسحب البطاقات ونجاوب على الأسئلة. مين حابب يشارك معنا؟ تفضلي. هاي الصندوق من غير ما تطلع على البطاقات، يعني وانت موضع اقرا، افتحيها واقرايها. افتحيها زي هيك اسحبي، اسحبيها صاحب اسهل لك. جهودا اجاوب، يعني حتكون الاولى. انتم تبذلون جهودا كبيره. ممتاز، إجابة صحيحة. لزقيها، ساعديها يا أحلى. أحسنتي، اختاري لك السكر. خلاص تفضلي، مشكورة. مين كمان؟ تفضلي. اختاري بطاقة. أذكر جمع كلمة المهندس، المهندسين. مهندسين ولا المهندسون؟ مهندسون. حسب الجملة اللي بدك تحطيها. لا، هي البطاقة هيك من غير حاجة، بطاقة أذكر. أحسنتي، ممتازة. اختاري بطاقة استيكر. يلا مين كمان؟ يلا يا أحلى، ما حقعد أحكي لك أنت. مين كمان؟ ما حدش. يلا شاركونا، يلا شاركونا، يعني ما فيش فيها إشي. أحلى ما بدي أنا مرة وأنت مرة. مش نفس اقترب نزار من المهندس. ما مراد كلمة اقترب؟ يعني دنا. أحسنتي، ممتازة. دنا. لا بأس. مين أيضا؟ طب ودي أحلى من حبود. حنا ماشي. Thank you.
الشافقة. اقرأ. هل تسمى هي كلمة الشافقة؟ أيوة الشاهقة. هل تصمم العمارات الشافقة بالطريقة نفسها؟ أحسنتي. ممتاز. الشاهقة ليش معنى؟ العالية. المرتفعة. الشاهقة مش عالية فقط. مرتفعة. أيوة الشاهقة المرتفعة جدا. لأنه إحنا أخذنا المرة الماضية وقلنا إيه؟ شامخة. نكتفي بهذا القدر. ولا أخذنا كلمة شيد الأمير قصرا. قلنا ما بنفع نقول بنى الأمير قصرا، لأنه كلمة شيد أبلغ، وكلمة شاهقة أبلغ من إنها مرتفعة. يلا تفضلي آخر مشاركة. آخر مشاركة. تفضلي. آخر مشاركة لمن صمم اللعبة. نعم. مطمئنين. تطلع الجملة الرابعة، يسكنها الناس مطمئنين على حياتهم. طب مطمئنين الهمزة على واو ولا على ألف يا بنات؟ لا صح. الهمزة على ايش؟ على ايه؟ على نبرة. يسكنها الناس مطمئنين. يا شباب مطمئنين. الله يصلح حالكم. نكتفي بهذا القدر. وميزة هاي اللعبة انها ممكن تاخذ اكبر عدد من الطلاب. يعني وبتقيس اكثر من مهارة. وبرضه بتستخدم التعليم المحاوصر. لا بأس. شكرا. شكرا. بارك الله فيك. الهدف من اللعبة انه يتعرف الطالب على اجزاء الجسم وتنمية مهارة الكتابة، ويشجع الطالب على الكتابة والرسم على السبورة. اللعبة بنحضر علبتين، علبة بنحط عليها الارقام من 1 لـ6، وعلبة بنحط عليها اجزاء الجسم، رجل ويد وانف وعين وفم واذن. بتطلع طالبة بترمي العلبة الاولى، بيطلع لها رقم، مثلا طلع لها 2 وطلع لها مثلا فم، فبدها ترسم. احنا حنرسم شكله بس مش حنرسم الملامح، فبترسم له فمين زي هيك. جرب. ماشي. انت هتعلي لجنة. الآن حنطلع طالبات. الطالبة حترمي العلبة الأولى، حيطلع لها رقم. حترمي العلبة الثانية، حيطلع لها عضو من أعضاء الجسم. حترسمه على السبورة على هيئة وحش، له مثلا 3 أرجل، له 4 أعين. حنرسم في الأول الوحش. حنرسم في الأول يعني وحش أي حاجة. طيب هو خلاص انه بس نطلع طالبة ترمي الكرتونة الاولى. اي طالبة تتفضل. اي واحدة تفضلي. انا بشوف الكلام معاك. مثلا طلع واحد، هترمي العلبة الثانية. طلع يد. حترسم للوحش يد على اساس انه له ايد واحدة. حنطلع طالبة اخرى. طالبة اخرى تفضلي. ثلاث رسم. انا عشان بشوف معك قلم بفكر الوقت. تفضلي ارمي العلبة الاولى. 2. ارمي العلبة الثانية. يد. برضو نفس الشيء، حترسم له للوحش كمان 2 يد، وهكذا لحد استمرار اللعبة لحد ما نخلص الأرقام. طبعا الهدف بيكون من هذه اللعبة انه الطالب بتجرأ بيطلع على السبورة برسم. ايضا الهدف منها بتعرف على اجزاء الجسم، بيجرأ نفسه اكثر، بيكتسب جرأة، وهذا هو الهدف من اللعبة. طبعا في طلاب المرحلة الأساسية الاولى الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الطالبة نهى بشير عواد. راح اعرض لكم اليوم الالعاب التعليميه. اولا بدنا نعرف اللعبه. ما هي اللعبه؟ هي نشاط يتم بين متعلمين، بكون المتعلمين يا اما متنافسين يا اما متعاونين يا اما متشاركين. اللعبه اي لعبه تكون في اطارها قواعد وقوانين محدده.
طيب عندي بقول لي من مزايا استخدام الألعاب. أول إشي الألعاب التعليمية مهمة في إنها بتشد انتباه الطالب وتثير اهتمامه، وتاني شغلة اللي هي بترسخ المعلومة في ذهن الطالب. في عندي اللي هي مفاهيم بترسخ في المخ، مفاهيم بترسخ في العقائد والمفاهيم، ومفاهيم نفسية توقع على نفسية الطالب. طيب عندي بقول لي أنواع أنماط الألعاب التعليمية. في عندي نمطين للألعاب التعليمية، نمط تنافسي ونمط استكشافي. النمط التنافسي يكون بين متعلمين، بين متعلم ومتعلم أو مجموعة من المتعلمين أو متعلم وجهاز الكمبيوتر مثلا، لكن في هذه اللعبة بكون هناك فائز وهناك خاسر. أما الاستكشافي يهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى الطالب، وبتكون مثل ألعاب الفيديو والكمبيوتر والألعاب الذكية. طيب عندي أنواع الألعاب التعليمية من حيث عدد المتشاركين. في عندي ألعاب فردية وألعاب جماعية، ومن حيث المكان ممكن أنه نجري لعبة داخل غرفة الصف وممكن في خارج غرفة الصف في الساحة المدرسية مثلا. بتنمي الألعاب القوة الذهنية والقوة العضلية للطالب. طيب عندي بقول لي أسس ومعايير اختيار اللعبة. بدي أسألكم يا بنات إيش هي أسس ومعايير اختيار اللعبة من مفهومك العادة؟ واحدة تشاركنا. أول إشي إنها تكون مناسبة لخصائص المتعلمين وبتراعي الفروق الفردية. تكون في ذو الإمكانات المتاحة ممتازة. إنها تكون اقتصادية. أيضا تكون مناسبة للأهداف اللي بدي أحطها للدرس. بتراعي عنصر الجمال فيها. طيب خطوات تصميم اللعبة زي خطوات أي تصميم في الإنتاج التعليمي. بيضمن أول إشي التحليل، بعديها التصميم، بعديها التطوير والتنفيذ، وآخر مرحلة اللي هي إيش؟ تقويم اللعبة. طيب بقول لي هناك ثلاث مراحل لاستخدام الألعاب التعليمية. أولا مرحلة الإعداد، لابد من الإعداد للعبة بشكل جيد وبشكل مسبق قبل الدرس. مرحلة الاستخدام، قبل يا بنات ما تجربوا أي ما تعرضوا أي لعبة لابد من تجريبها قبل عرضها على الطالبات. المرحلة الثالثة التقويم، تقويم اللعبة. التقويم عندي اللي هو الابتدائي إيش استفدنا من اللعبة، وتقويم ختامي وتقويم مرحلي أثناء إجراء اللعبة، والتقويم الختامي بيكون في آخر. هذه إجابة لأحلام ولا لا؟ جميل. هي قصدنا عن كيفية استخدامه مرحلة التقويم، لأنه تو أحلام سألتني بتقول لي كيف لعبك؟ مرحلة هي يعني هذه إجابة إلها، شكرا لكم. مرحلة إنتاج الألعاب التعليمية. أول إشي بدي أشوف الوحدة اللي عندي بالكتاب المدرسي، بنحدد الأهداف منها. الأهداف عندي ثلاث أنواع، أهداف اللي هي الأهداف السلوكية. عندي ثلاث مجالات، المجال المعرفي، المجال الوجداني، المجال المهاري. وبنعد اللعبة، بنصممها، بننفذها، بنقومها عشان نستخدمها في الصفوف والمراحل الأخرى. برضو هذه إعادة، اختيار خطوات تصميم اللعبة، اختيار الموضوع والأهداف، وتحديد الوقت والمصادر والقوانين اللازمة للعبة. طيب عندي بقول لي هناك مزايا وعيوب للعبة التعليمية. من يا بنات توقف تقول لي مزايا، ومين بتحكي ترد عليها وتقولها عيوب إذا في إمكانية؟ أنا مزايا. طب واحدة عيوب من عندكم. أوقف. خلص تيجو قولي مزايا، ميزة واحدة من المزايا. إيجاد جو ديمقراطي في غرفة الصف، صعود التنفيذ هذه اللعبة ضمن الأعداد الكبيرة، تزيد دافعية التعلم لدى التلاميذ، صعود فهم التعليمات المشاركة الإيجابية للمتعلم في عملية التعلم، عدم وضوح المفاهيم التي تتضمنها الألعاب التعليمية بسهولة. ممتازين. إذا في تعلم التلاميذ من جميع الجوانب المعرفية المهارية الوجدانية، ارتفاع تكاليف الألعاب. إذا تعرفنا على مزايا وعيوب اللعبة التعليمية، كانت من أهم عيوبها إنها صعوبة تنفيذها مع الأعداد الكبيرة وارتفاع تكاليفها. أما في مزاياها إنها بتشد الانتباه وبتزيد الدافعية والمشاركة الإيجابية من الطلبة. أولا لكي نحدد أي لعبة لابد أن نقسم مجموعات، لابد أن نتفق على موضوع اللعبة مع المجموعة، ونحدد الأهداف والمواد اللازمة وبنسلم عرضها.
طيب أنا عندي جبت مجموعة من الألعاب. أول لعبة اللي هي شجرة الحروف. شجرة الحروف بيستخدموها كثيرا في الصفوف الثلاثة الابتدائية الأولى من أول لثالث ابتدائي. هذه اللعبة بتنمي أول إشي حاسة البصر عند الطفل، ثانيا حاسة الإدراك والانتباه إنه يدرك وينتبه، والعضلات الصغيرة لدى الطلبة إنه يركب الحروف ويوضعها في الشجرة، واللي هو تمييز الطالب للحروف الأبجدية. هذه اللعبة بتاخدش منا تكلفة كبيرة، اللي هي بنجيب أول إشي فلينة ونقص الفلينة على شكل شجرة، وقاعدة خشبية عشان نعلق الشجرة عليها، وألوان بدنا نلون الشجرة من فوق بالأخضر والقاعدة بالبني كأنها يعني شجرة. بنجيب قاعدة الفلينة وبنفرغ محتوياتها على شكل دوائر كأنها زي شجرة، مثل شجرة التفاح. شايفين؟ ماشي. انت أنا عادي ممكن أرسمها. هي مبينة قدامهم. زي الشجرة بالضبط. بنجيب قطعة فلين وبنقصها على شكل شجرة، وبنجيب قاعدة الخشبية وبنعلقها عليها وبنلزقهم ببعض، وبعديها بنفرغ المحتويات الشجرة على شكل دوائر عشان الطالب يحط الحروف فيها. بعدين اللي هي بعد ما نفرغ المحتويات بدنا نحضر اللي هي قطع من الفلين اللي أفرغناها ونكتب عليها الحروف، ونطلع الطالب عشان يكتب كلمة، مثلا نكتب له مثلا كلمة أسد، ونحط الحروف ويرتبها بالشجرة ألف سين دال زي هيك. هذه اللعبة. في عندي أنا هي الشجرة، بدي الطالب يحط المحتويات فيها الحروف. في عندي كمان لعبة تانية اللي هي صندوق المكعبات. هذا الصندوق اللي هو الصندوق المكعبات عبارة عن لوحة، وهذه اللوحة بدنا نجمع فيها مكعبات بدنا نكتب فيها الحرف، مثلا ألف بعدين صورة بعدين كلمة. الألف مثلا حرف الألف، الصورة مدلول الأسد، والكلمة الأسد، وبنرتبها في صندوق المكعبات. في انا حطيت كمان حلو الاخطبوط، لعبه الاخطبوط، لعبه العنكبوت، لعبه المستطيل المفرغ كمثال على اللعب التعليميه. خلص. شكرا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بفصل الثلوج والامطار. اهلا بصاحب الشمس الحارقه. وهل هناك أروع من الشمس وحرارتها؟ ليس مثلك نادرا ما تشرق شمسك، وإن أشرقت سرعان ما تتوارى خلف غيوم كثيفة. أما أنا ففصل السفر والرحلات اللطيفة. على رسلك أيها الصيف، أنسيت فرحة الناس بظهور الغيوم، ففرحة هطول الأمطار تطرد الهموم. أنا فصل الحصاد وجني الثمار، أما أنت فقد عريت الأشجار وسلبت منها الأوراق وحتى الثمار. أنت فصل لا يستطيع الناس فيه مفارقة المكيفات في البيت أو السيارة. لا تنسى يا هذا أن جوك بارد قارس، ولا بد من الملابس الثقيلة والتي لا يملك معها الإنسان حيلة. هذا غير المدافئ، أما أنا فما أجمل نزهة معي على الشواطئ. ليلك قصير، لا يتمتع الإنسان معك بالنوم والفراش الوثير، ونهارك ممل طويل. على رسلك، وقبل أن تقول ما قلت أجبني عن سؤالي. ما فائدة الليل الطويل والذي يصاب معه الإنسان بالخمول، ونهارك القصير كيف يستغله المرء فيما يفيد؟ طال ليلي فكان فرصة لقائم يصلي أو مذنب يستغفر، فرصة لقارئ يتلو القرآن ويتدبر، واللبيب من استغل طول ليلي. ونهار الطويل فرصة للعمل والكد والتعب، وفرصة لطرد الكآبة واللعب، فأنا الأكثر فائدة للإنسان. وبعد برهة تأمل وتدبر من الصيف والشتاء وتفكير فيما قالاه، سمعا صوتا خفيا يقول: كفى عن هذا النقاش وهذه المناظرة. من المتحدث؟ من أنت؟ أنا الليل، أحد مظاهر هذا الكون، وآية من آيات رب العالمين. لقد أتيت في الوقت المناسب أيها الليل، حتى تحكم بيننا وتبين من هو الأفضل الأكثر فائدة للإنسان.
كلاكما مفيد، وليس للإنسان وحده منكما يستفيد، حتى الحيوان والنبات وسائر المخلوقات. ولا تنسيا رفيقيكما فصل الخريف والربيع، وعليكما أن تدركا أن الله لم يخلق شيئا عبثا أو دون فائدة. وتبين بعد ذلك للصيف والشتاء أنهما من خلق الله تعالى ومن آياته في الكون، وكل منهما له أهميته في الحياة، وافترقا سعيدين بما سمعا من الليل. السلام عليكم. اللعبة التعليمية هي لوحة الجيوب. لوحة الجيوب طبعا حنعرض فيها جدول الضرب، اللي هي الهدف منها تسهيل على طلبة اللي هو حفظ جدول الضرب طبعا 2، وهي للصف الثاني. الأدوات اللي استخدمنا لوحة جيوب وعيدان أو شفاطات وهيك أدوات أخرى، كرتون وأقلام. طريقة التنفيذ، أول شيء حنحضر لوحة الجيوب، بعدين حنكتب المعادلة لمعادلة الضرب للطلبة. حيقوم أحد الطلبة اللي هو بتمثيل هذه المعادلة على طبعا لوحة الجيوب. هي هيك فكرتها. هل الحين هنبدا العرض فيها؟ قربوها 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 كمان. لا بتنكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هاي اول شيء لوحه الجيوب، فبدنا نطلع عند طالب هو بيمثل عند جدول الضرب 2. فبنطلع الطالب هالحين انه يحط الارقام، يمثل المعادله على السبوره هناك، وبنختار طالب يطلع يمثل المعادله على السبوره ويجاوب عليها. طبعا هذه بتمثل حزمه العشرة، وهدول بيمثلوا حزمه العشرة، هدول اللي هو عناصر حيكونوا. خلص اسمع بقى نعرض ال خلص هيا انا كمان هيا خلص هاي دكتور هيا معروض هنا. احنا هاي حنطلب ان نمثل اللعبه، ان احنا طالبه تقوم تجاوب لنا مثلنا العمليه الحسابيه على لوحه الجيوب ومثل ما تجيب عنها من زمان. اختاري بالاول، اختاري المعادله بالاول. هاي المعادله الاولى هي 2 ضرب 1. هاي المعادله، هاي العنصر 2. اثنين ضرب 1 يساوي حيكون عندنا ايش اللي هو 2. هاي المعادلة الأولى. يلا مين يختار؟ الطالبة مثلت لنا معادلة وهي عبارة عن 2 ضرب 1 فطلع الناتج بيساوي 2. عندنا كمان طالبات مثلنا معادلة ثانية. تفضلي اسمعي. اسمعي اختاري من تحت. يكون فيها 10 أحرف. 2 في نكتب 10. 2 ضرب 10 يساوي 20. من خلال قيم الطالب باختيار معادلة حسابية ومن ثم يجيب عنها، وبهذا يقوم المعلم بمعرفة مدى استيعاب الطالب لجدول الضرب وإجابات جدول الضرب. شكرا. بس عندنا هيك زي الأغاني أناشيد تعليمية جبناها نعرضها. يلا ماشي. ألف باء تاء زاء. ألف باء تاء زاء.
الصحراء مثل سفينة فوق الماء، حاء حد أسمى ربك فيه طواف حول الكعبة، جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء، حاء حد أسمى ربك فيه طواف حول الكعبة، خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع، دال ذيك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت، خاء خبز عند البائع لا يأكله. شكرا لكم، لكن أنا بتمنى عليكم من الأناشيد اللي عندنا بنضاهي هذه الأناشيد وبنربط الطفل باللغة العربية وبمدينة القدس، صح ولا لا؟ بدنا من إنتاجكم. شكرا لكم. في ألعاب أخرى؟ صح درس؟ احنا قلنا للعروض. مكتوب عندك الدرس؟ يلا بسرعة، خمس دقايق بنعطيكم أكثر حاجة عشان احنا اليوم جايين عشان ناخذ كمان. لسه بدي أكتب الأسماء، يلا بسرعة يا بنات. ماشي الحال، بنقول. هو هذا المسار في سنة ثالثة. تكنولوجيا. سنة ثالثة. مش هنقزع افتح لك هي. لك اسمع المونة باش اقول بحكي يعني انا زي بس نزل على الصفحة. وين؟ لا هنا. بلال. هنا؟ وين وعد؟ لا طلعي. وين الفلاشة اسمه الفلاشة؟ هاي الفلاشة. انت اللي تقدر تغير نفسك. هاي هذي وعد. احنا ما بندور على علامات عشان نظبط احنا كل واحدة فيكم تطلع قلم ورقة وتكتب يلا بسرعة الآن خططوا هالجملة هذه أشوف مين أحسن خط خلص نشوف خلص هذا مش بوربون هذا عمل ما نحضر اسمينكم تكتبوا بسرعة كتبتم الجملة اللي مليتكم إياها؟ كتبتم التقويم هو التعليم وليس العلامة التقويم هو التعليم وليس العلامة يا أحلام سمعتوني ولا لا؟ كاتب لكم العبارة هذه على باب دائرة التدريب الميداني من العام الماضي لكن إذا صدقتوني أو ما تصدقوا أنتم حرين إحنا كتبناه وحضرنا لقاء مع بريطانيين خبراء من البنك الدولي اجوا في جامعة الأزهر وحضرنا معهم واستمعت إلى هذه العبارة من الخبراء هذول مع إنه كاتبينها على باب التدريب الميداني عندنا قبل ما يقولوا لنا إياها أجل مين الخبراء لا أكثر إحنا ولا هم صح؟ لكن هم أبلغ بيطلعوا وفهموا فلوس أكثر ويجوا يعطونا محاضرات في الكلام اللي احنا كاتبينه من بدري لطلابنا وطالباتنا. اجل التقويم ايش قبل شوي قلت لكم يا ناس؟ قلت لكم ايش احنا محتاجين في الوطن العربي كافة؟ محتاجين الى التقويم الذاتي. كلكم عرفتم يخلف عليكم. وجهودكم مشكورة. لكن الشطارة في ايش؟ الشطارة إن نتعلم وفي إنسان بتعلم دون أن يخطئ ما ممكن الحياة مدرسة أكملي أيتها الفتاة بسم الله الرحمن الرحيم سأعرض إن شاء الله جاي أخذ السماعة تفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالبة وعد عيسى كريزم، حأعرض إن شاء الله اليوم درس تحضير درس للصف الثاني الابتدائي بعنوان اللصوص الثلاثة. بنبدأ إن شاء الله رب العالمين أول حاجة بالأهداف، اللي هو أول هدف أن يفسر الصف الثاني ابتدائي، أن يفسر الطالب صور الدرس معبرا بجمل مفيدة، أن يقرأ جمل وكلمات الدرس قراءة صحيحة ومعبرة، أن يطبق ما تعلمه من الدرس من خلال إجابة الأسئلة. الوسائل التعليمية اللي راح نستخدمها إن شاء الله رب العالمين اللي هي السبورة والبطاقات والكتاب المدرسي والكراسات. عندنا أول حاجة اللي هو المتطلب الأساسي إنه يكمل بشكل الحرف المناسب، يعني يحط شكل الحرف وإنه يطابق مع الكلمة اللي تحت، وإنه يقرأ الكلمات التالية اللي سبق إنه تعلمها سابقا. بعد هيك بيبدأ اللي هو المعلم الدرس. تابعوا معايا يا دوبك، وأنا متابع يمكن أكثر منكم، وهذا خطأ، المفترض أنتوا أكثر مني. بيبدأ المعلم الدرس اللي هو التمهيد للدرس من خلال هو مناقشة الأسئلة التالية مع الطلاب. الشخص الذي يسطو على المنازل ماذا نسميه؟ ما جزاء السارق من الله؟ ما جزاؤه في الحياة الدنيا؟ بعد هيك بيقوم المعلم بتسجيل عنوان الدرس. عنوان الدرس إيش هو؟ اللصوص الثلاثة. اللصوص الثلاثة. وهل هذا مقرر على طلابنا في مدارسنا؟ جاوبيني، هل عندنا في الصف الثالث الأساس اللصوص الثلاث؟ صف الثاني لو سمحتوا لي كم؟ صف لكن ذكروني أعلق على نقطة تفضل. بعد هيك بيسجل عنوان الدرس وبيسرد قصة للطلاب عشان يمهد للدرس. بعد هيك بنعمل تقويم اللي هو عشان نتأكد مدى فهم الطلاب للمقدمة اللي قام بشرحها المعلم. بعد هيك بيعرض صورة مكبرة للدرس وبيناقش مع الطلاب ماذا ترى في الصورة، ماذا يمسك الرجل، والمكان في الصورة يدل على قرية أو مدينة أو بلدة. بيعمل تقويم كتابي. بعد هيك بيوجه اللي هو المعلم بيرشدهم الى انهم يطلعوا على الدرس صفحة 83، بيقرأ المعلم اللي هو الدرس قراءة جهرية ومعبرة. فبعد ذلك بيقوم المعلم اللي هو ايش بيقرأ الطلاب بعد ذلك اللي هو الدرس بعد قراءة المعلم. بعد ذلك بيتم طرح الأسئلة اللي هو ماذا سرق اللصان، ماذا فعل اللص بالحمار، ماذا طلب الرجل من اللص، وبماذا راجع اللص. بعد هيك تطبيق كتابي اللي هو بيحل سؤال واحد صفحة 85. بعد هيك بيتم غلق الموقف التعليمي من خلال اللي هو طرح سؤال حتى يستخلص اللي هو بياخذ الخلاصة من الطلاب بما مدى ما فهموه من شرح الدرس. اعطينا يا السؤال، ايش كتبت في السؤال؟ ماذا تعلمنا من اليوم؟ جميل. طب افتحينا على الاهداف مره ثانيه. البنات ما ركزوا هذول جيد على الاهداف، باين ركزوا على الاهداف، والاهداف ثلاثه عددهم. سامعين؟ تلتهين شو بحاجات معاكم. ايوه ارفع لفوق شوي بس، شوفوا لي الاهداف اللي قاعدين شو بتقول. يفسر صور الدرس معبرا بايه؟ بجمل مفيدة. هل هذا الهدف مركب؟ كيف مركب؟ بتكون هو قصدها، هي قصدها والله اعلم. انا يا استاذ التفسير حيكون انا في المحاضرة لو سمحت، معلش بتتصور. ماشي الحال؟ فهنا يفسر صور الدرس معبرا بجمل مفيدة. التعبير حيكون عن التفسير بس، لكن انا ارى انه مركب. هو يا استاذ عشان ما لقيتش كلمة تيجي، بس هي انا بدي احطها يعني انه يحكي ايش ما ايش فهم في الصورة، بس ما عرفتش كيف اجيبه. لا يجوز اني انا اخذ من النت مباشرة، قد يكون في النت في امور خاطئة. بعدين لو سمحتوا لي، شيء جميل، ما احنا
كده نخلف عليك، احنا استفدنا منك جدا. في ايه؟ قلت لكم اذا انتم فاكرين لما دخل مشرف تربوي في الصف السادس وكان الدرس عن المبني للمجهول، الدرس عن ايش كان؟ المبني للمجهول. وايش قلت لكم؟ استخدم المعلم كسر الزجاج، ضرب خالد، فما بزبطش. طب ايش رايكم لو قلنا اصلح الزجاج، شكر خالد، وهكذا. فلذلك انا ما بقدر اخذ في التربيه الحديثه اليوم اني اعطي عن اللصوص الثلاث، لكن ممكن يكون هذول اللصوص بصفه ايه، الله يكرمكم، حيوانات، ومن يحب ان يكون مثل اللي انقذ واللي حثهم على عدم ذلك. فاحنا ما بناخذ سلبيات في الصفوف الثلاثة الأول ودروس قراءة كاملة واللي بتستغرق عدة حصص في مثل هذه الأمور. على العموم شكرا لكم وبارك الله فيكم.